إخوان، السلام عليكم وعبشركم مباركة. اليوم معكم الطبيب الجزار. جينا اليوم نتكلموا على الطب الخاص والطب العمومي العمومي ولا ما هيك. الناس دابا ولات، ماشي الناس، العيالات، لما العيالات تيولدوا في الشانطي، اللي نقول في الشانطي ولا في الزنقة، تيولدوا في الزنقة ولا في الكار باك تاع المستشفى، تيولدوا وتيموتوا، ولا كانوا في البادية تيموتوا في الطريق، لأن مساكن الناس ديال البادية ما منسيين منسيين و وانت تشوف تنوضوا بعد النساء عشنا في الخليج، وتيقولوا بلادنا وبلادنا زينة، فيها الخير موجود، الخير موجود. وانت ملي كنتي في المغرب نسيتي الخير موجود؟ مين الخير موجود؟ ما كي غادي تسخسخي في راسك في الخليج، ما احنا ما قلناكش ديري تما، مش سوقنا. واخا تكوني خدامة بمهنة شريفة فيها السوايع الإضافية، بلي معليناش، أنا هنايا كطبيب طبيب طوفيلي، طوفيلي بن طوفيل، تما خد الدكتورة، الدكتورة المزورة من جامعة ابن طوفيل اللي كاينة لهيه في قنيطرة، اللي غادي يشربوا فيها كابوتشينو. المغاربة كلهم غايجيو لقنيطرة يشربوا فيها كابوتشينو في سموك، الدخان، الدخان، لأن رئيس المجلس البلدي واحد الفلاشة، ما فيها بالك بأنه كحل هالف كاس 50-50، فهمتي؟ لا، قال لي واحد أنت عنصري، أنا قلت لك أنا ماشي عنصري، أنا عنصري لأن جاي من العنصرية، فهمتي؟ علاش أنا عنصر؟ أنا انفصالي لأنني جاي، لأنني منفصل. انا منفصل، علاش يقول الناس انا انفصالي؟ ولكن بدل الخدمه، دابا وليت طبيب، طبيب توفيلي، طبيب الجزار، معروف بالجزار، فهمتي؟ اللي جا عندي ما تيخرجش، وزياده على ذلك ملي تيجيو عندنا ماشي المرضى اللي جاو عندنا المرضى، تنقتلوهم وتنخطفوا لهم التليفون ديالهم والذهب، نخطفوا لهم الذهب، لا، وعاد نزيدو عليهم الفلوس، تزيد عليهم الفلوس، لانهم الناس قالوا بغينا نخرجوا منا، خرجوها بالذهب ديالها، باش دخلت باش خرجوها. ايوا خوهم الناس خلصوا داكشي، خلصوا الفاكتيره، خلصوا كلشي، ولكن ملي جاو بغا يهزمهم لقاو ثلاثه الدبالج مشاو ليها، من اللي ديها اربعه الدبالج، وقيل اربعه الدبالج مشاو، والليله فاش ماتوا سينا ولا كيسمو الورقه وهذا، قال لهم الفرمليسي ولا الصباح وراشي نوصي عليها لوكو ديال الليل، يديروا لها الصابونه، وداي فعلا داروا لها الصابونه، خطفوا ليها الدبالج ديالها، وباقى الاماره ديال باش قطعوهم باقى هنا في يديها. ايوا هذا بنتم دابا، ولكن ديك شوف تي في معهم النحاس الكابا، ما تيبغيش يعطيو السميه ديال اسمو ديال المستشفى ولا تاع المساحه. واش هذا سبيطار ولا لاك كوريا؟ واحد كتب ليا، فهمتي كيفاش القضية؟ دابا حنايا باش نقولو، دابا حنا كنطلبو من عند ما فينا، وشنو وزير الصحة؟ هاديك أي طالب أي توليدي أي طالب، رجع لك أنا فور طالب، هاداك فور طالب، هاداك الشفار اللي تبيع الماسكات وتبيع البراوات وتبيع كلشي، فهمتي؟ العائلة ديالهم تيشدو كونترا، تيشتو بحال حنا في الانجليز، ولكن حنا في الانجليز نرجعو فلوسهم. معليناش، باش نتكلمو على الخونة في المصحات العمومية، ولا هادشي بكري كانوا تيديروه، بكري كانوا تيديروه في الكسيدات ديال الطرقان، شي واحد يتوقع عليه كسيدات تيفرتوه في وسط فارغونيت، حنا عندنا شي زومبي، عندنا دي فارغونيت، تيفرتو تيلحق تما السبيطار، تيلحق ميت وكلشي مشى ليه. فهمتي كيفاش القضية؟
دابا انت تشوف دابا تشوف دابا دابا هادشي جاري بالعمل وحقها غادي غادي نجيبوا الفرقه الوطنيه، والفرقه الوطنيه ما داروا والو في افريقيا، وهادشي بان لي انت هنايا تبحث كاين الفرقه الوطنيه غادي تعمل البحث، ايه والبحث الفرقه الوطنيه غادي مي غادي يخدم التليفون، مي غادي يخدم التليفون غادي الفرقه الوطنيه يقول غادي نحفظوا لك الدعوه هذيك، ويقول لك سير 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 ديمكم ديمكم دفنوها بعدا واللول وعاد نشوفوا المشكل من بعد. ايه هما اللي قال لا ما ندوش من دابا تنشوفوا ها هي الاماره فينا هي ها الاماره فينا هي باش حيدوا لي هاد الدبالج من يديها، اه حيدوا لي هاد الدبالج من يديها، اه وهاد الناس فهمتي ما يمشي هذا عندهم فلوسهم خلصوا خلصوا الفاتوره وخلصوا كل شيء ما ما ما, ما تشطم والو، ولكن غير ما يخرجوا قال لهم تيحيد لي هاد الدبالج بما يدخلوها يدخلوا هذاك الصندوق، حنا عندناش ما عندناش الفريجيدير ما عندناش لا موب، كاين غير واحد البيت كاين تحت الارض فالو تيخشوك تما صار معاك تقول حق راه بلا ما نشعلوا نشعلوا الضوء نشعلوا الفريجيدير راه بارد فهمتي، ايوا مي تجي الغدي تلقى داك المية تنفخ تنفخ كل المية تنفخ كل تخرجوا على برا ودير فيه هذاك اسمه واحد شي حاجة ويطلع في السماء، اه مع هذاك يطلع بحال البالون يولي غادي في السماء. اه بحال هكا اسمو الناس ولا اللي كانوا ديال الالماني كانوا تيطيرو في السما هادوك، اه من الفوق من الفوق ما كاين في الجو بحال بحال خنز عرفتي الانسان تنفخ تنفخ فهمتي، انا نقول لك شفتي الحرفه ديالي هادي فهمتي الحرفه ديالي يعني ها ها شنو في 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 شنو في 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 شفتني في 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 شفتيني شتيني راه شتيني هنا صحابي انا عندي خدمه عندي خدمه عندي عندي خدمه عندي خدمه تنمشي نخدم في البريفي تنمشي نخدم في البريفي اش ندير تنقتل العباد صافي تنقتلهم صافي تنقتلهم ولا كان هازين معاهم شي 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 موبايل ماشي ماشي يعني ماشي فلوس ولا عندهم شي ذهب تنحيدو لهم باش يمشي عند ربي يمشي عنده خاوي فهمتي، قال لك حرام تمشي بالذهب ديالك هما ماهيش من الحرام هي مزيان واحد يدفنو بالذهب ديالو باش من من هنا واحد 100 عام ولا 200 عام إلا ما خونوش في الروضة الناس اللي يقلبوا على الكنز تلقاو شوية ذهب شوية ذهب شوية لا لا دابا تيلحوا الميت تيلحوا والو والو خاوي فهمتي، أنا ما داروا لا خير في عباد الله ما داروش الخير في الناس ديال بكري ديال المستقبل ملي غايجيو يضربوا اسمو يضربوا الكنز يلقاو شوية ذهب ولا شوية الفضة لا هادو ولا هادو 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 اللي تيخدمو في لامور ولا الأطباء ديال الليل ديال الليل هاك ديال الليل هما الخطر وكثير ديك الفرمية الغليظة هاديك الفرمية الغليظة باش هي تمشي للحج ها باش تمشي للحج تمشي للحج بالعاقة بالعاقة تا الشفار فهمتي، اللي بغيتي تجيبو لك بغيتي كدوا الفرين ديال الكانسير تجيبو لك لأن ضاربة يديها مع الطبيب وضاربة يديها مع السيكوريتي تا الشفار وحكا فينا مشات الميزانية ديال الدولة واش الميزانية ديال الدولة الميزانية تاع الفوسفات والمناجم ها والميزانية تاع 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 هادشي هذا فين مشات ها الضرائب الضرائب تاع هادشي فين مشا فهمتي، قال لي واحد عندك يسكن لك القلب لا لا انا نقلب راسي فيديا فهمتي اش ندير انا نوريك واش ندير فهمتي تندير هادي بحاكا ها شتها هي عندي ها تندير هنايا تندير ال بعدين اللي 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 ندير كلشي عندي مزيان دي اه قالوا لي القهوه ما مزيانش القهوه القهوه ما مزيانش كثري بالليل غتسهرني، فلهذا غادي غادي نحاول ملي ما تكونش نتوما هنايا غادي نحاول ندوز لجهه اخرى ناخذ شي حاجه اه لان هادو 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 الاطباء تيجي بوانتي في المستشفى العمومي وتمشي قصر عند صاحبته شي حاجه ويقول لهم الا شي واحد عيطوا ليا ومعهم ما تيبغيو يبقاو يشفروا ما تيعيطوش ليه الاخر الطبيب هو جاي الطبيب هو مشى هنا ويجي الطبيب هو هنايا الطبيب تيشوف واحد هو الطبيب ما كاين ما مشى فين ولا بعض المرات يكون عنده واحد شي بيت خاوي تيدخل مع الممرضه تيبقى ينكح فيها تينكح فيها تما هو مقصر معاه الليل كله تما حق الصباح تي بوندي يخرج توصلها في الطوبيله اشتي اه وانت تجيب الليل والله ما يداويك جيب لي والو واخا واخا الدري تيبان خارج تيوقف الغدا وجي ايوا كيفاش غدا غدا ونجيو الدري شنو ندير ليه
هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. ولد الحكومه قال لك الحكومه الا ما لقحتيش غادي نخرجكم الخدمه. غادي حنا الممرضات قالوا لا ما لا اللي تلقح، والحكومه بدات الراي ديالها، لان الصحه العموميه ديال الصحه العموميه لا محتاجه الممرضات. قالوا لا ما كايناش لاش تجلبوا، لان عارفين اش وقع داك الشيء ديال الجلبه، شافوا بعينيهم الناس اللي ماتوش بالكوفيد، واليوم قالوها عندنا. تيقولوا تدخل شدك الكبده تقول حق الكوفيد، داخل هذا السكران تيقتلوك تقول الكوفيد، هي ما كاين لا كوفيد لا والو. هذه احصائيات غادي يسمعها اليوتيوب وغادي يحرق لي الفيديو، ولكن تنقول ما قالت الحكومه الانجليزيه. فهمتي حنا الا نتبعوا اش قالت الانجليز، لان الناس ما تعرفونيش، انا ساكن في الانجليز ما كاينش نقص. فهمتي كيفاش القضيه؟ فلهذا تنقول لكم هذا شنو هو الشلح. الشلح هو وزير العدل، وزير العدل قال لهم غادي ها وزير ولدي حكام، هو لك اخلو شنو تيحكموا دابا؟ قال لك لا دار غيديروا الديكتاتوريه. وعلاش ما ديروش الديكتاتوريه في المصحات الخاصه؟ علاش؟ لانهم ديالكم. دابا اي واحد من الشكاره تيحل تيشد شي عماره تيدير فيها شويه الماكن وتيدير فيها ديك الصبغه الحمراء ديال الهلال هذيك الحمراء، وتعمل فيها طبيب اختصاصي فاش اختصاصي والو، ما عندوش لا اختصاص لا والو. وكاع الا كان يجي مع شي شهاده مزوره يقول لك انترن ديال لونيفرسيتي ديال اش بغيت الدوله ديك مونتريال ولا شو مونتريال مونبيلي ولا نيم ولا شي دريبه في ديك الدوله ديال باري فرونسي، يعني شهاده مزوره تجي تما تيجي عندك مول الشكاره تقول لي غادي نخلصك بالبورسنتاج. إذا قتلتي ليا واحد وبقى عندنا 3 أيام غادي نعطيك 25%، فهمتي؟ لأن الآخر تيخصي باش تيخدمو بالكوميسيون. اللي جا الشهادة الطبية تيعملو لها 200 ألف فرنك ولا شحال تيعملو لها، وتيخدامين بالشهادة الطبية تيتكلمو معاك في الكوميسيرية. سي ما بينك أنت غادي تشكي، لأن واحد دفعك صافي هارسمنت ولا أسولت. لا تقول سي جيب سيتيفيكا ميديكال، علاش؟ سيتيفيكا عندك طبيب، عندي انا حتى شي عندي انايا، اش ندير؟ تنجيب ستيلو وتبقى نخربق، فهمتي؟ ديك 21 جور وندير فيها ستيلو وندير فيها الطابع، نفيها الطابع نقول لا، هو باش ينفخ عليك، دوز عند السكرتير ولا عند الريسبسيونيست، أرا سيدي أرا. 200 درهم ولا بحال 300 درهم، 3000 إذا دار 10 في النهار عطيها 3000 درهم في النهار، تعطي من لها داك اسمو مول العمارة، مول العمارة ماشي طبيب، غير شفار بغي هذا تيدير مصحة، تيشد شي فيلا تيبنيها ولا هذا ويقول لك حقها مصحة، صافي وتيدير فيها واحد جوج باياسات، تيدير فيها هذيك لا ريسبسيون، تيجيب واحد السيكيتي حمار. تيوقفو تما تيخدم 12 ساعة في النهار، هو جي خانزين، وتيدير سيكريتي وتيدير شي وحدة كاسولة، شي كاسولة تيحطها في هناك، وصافي ويجيبو شي فرنية إفريقية ولا من لي بي دلاست، تيجيبو خدمة تما تشار هذا صافي، وتيقع عليك هنا تيدخو فيك من فرنساوية، أنت جاي ما بيك والو، تو خصك نفتحو لك واحد بيت أوبيراسيون. ديك بيت اوبيراسيون ما تعملش لك، ما تقولش باش مريض شحال، تيجي تيفتح لك بحال هكا ما كاين لا بنج لا والو، تيفتح حاجه تبقى شي حاجه شي هيموريجي وتهرب صافي، يقول حقا الله 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 بغاه، الله واش الله اللي بجا عندكم الله بغاه، واش هذا؟ لا بالي هذا، الناس ما تتكلمش، الناس خايفه، لان عندنا نظام ديكتاتوري. دابا المحاميين قدات لهم سالت لهم الخدمه، دابا ناضوا بغا يديروا المحاربه الروتيني اليومي، لانهم بغا يديروا الفلوس تا منك مالين العصابات، تا هما هادو مالين القنوات المخزنيه، تا هما قالك بغا يديروا هذا، بغا ينقيو اليوتيوب من هذا. واش اليوتيوب عنده ميزانيه كبر من ديال المغرب، وبغاهم يقننوا اليوتيوب باش هما اللي بوحدهم اللي يخدموا البرامج ديالهم في اليوتيوب يتخلصوا عليها، كما قالت اسمها ديك شوف تي في في القضيه ديك ريان، ماشي ريان طيار لا ريان واحد الدري،
فهمتي داروا هادي ضربوا فيها الفلوس قال لك تيتبرعوا على الناس بالديور الديور هذا على 25000 ماشي 5 كلشي 25000 و 20000 باوند وصافي يقول عطينا عطا داش شنو دار والو غير تصب الشتا بالتريب طريحه مع البروديه الحيط اللي تفرتت فهمتي والكبير تقفل وكلشي بلاش فلهذا انا طبيب ماشي يجي باش نبرقك هنايا غير نقول لك راه اي واحد يقدر يولي طبيب اي طبيب يدبر عليها بحال هذه ودبر على دير النظر بحال هكا وشري المقاله بحال هذه من القريعه دير هنايا ودير واحد السيلو هنا لداخل وصافي وحيد الخواتم ديالك لانك الطبيب ما خصكش دير الحديد ما تكون تفتح شي واحد ويطيح لك الخاتم ديالك تما فهمتي صافي وانت وليتي طبيب صافي فهمتي ودير واحد السيلو هنايا ولكن هنايا عندنا هنا في الانجليز ما نديروش السيلوات على برا ماشي بحال المغرب هنا السيلوات تكون داخل جيب السيلو تكون داخل علاش باش لا كي تفتح شي حاجه من السيلو ما يطيحش يطيح في الكرش ديال شي بلاد فهمتي فهمتيني فهمتيني هو تما يسحبها مقلامه فهمتي كيفاش القضيه فلهذا اخي المواطن صافي انا جيت غير باش نقول لكم راه التعليم ماشي التعليم هو التعليم راه هو السبب ديال هذا الطب لان التعليم فاسد تيخرج لك طبيب فاسد التعليم فاسد تيخرج لك محاميه فاسده محاميه معناها ماديه قالت لك هي حقوقيه بغات تحيد اليوتيوب بغات تحيد اليوتيوب الروتيني بغات تحيدو هي كاع النهار تتسارى في القنوات تتسارى هنا القناه تتسارى وقال لك هي لا ما باغاش الدعايه ما باغاش البيبسيتي هي حقوقيه وكانت حقوقيه وقال لك الناس ما تيجيوش عندها يوم اللي مشات عند الصلع قالوا غادي بغا يحيدوا لينا الروتيني يوم الروتيني بلا روتيني باش انا حنا نعيشوا كاين ناس بحال انا طبيب كاينين ناس اللي تي خصهم يشوفوا شي حاجه باش تخدم ليهم العقل ديالهم دي باش ما كاين ناس الا بحال بالك بوحدو ما عنده لا ولاد ساكن بيت ولا ساكن فيلا ساكن ما عنده لا خدامه لا والو بوحدو تيبقى تيتفرج في الروتيني والعقل ديالو تيبقى يتمشى تيقول ديال ليا ما في مشاو الفلوس بكري واش تيبقى هذا تحيديه الزهايمر مانيش كان معكم انايا الطبيب الجزال الطبيب الجزال معروف حتى جزال انا هو الطبيب كان الناس يعرفوني ما كاين غير ذبح وصلخ وصف اللي الروضه اللي ما فيهاش القبوره ولكن غير الروضه خصك تدوري وشي يحفر لك قبر في التروطوار كان معكم انايا وغنمشي من هنايا بسلامه.